حياكم الله من جديد مشاهدي ومتابعي طبعا مسا دبي، وهي الحلقة الخاصة باليوم الوطني العماني 54. ومثل ما شفتوا بالاستديو ما شاء الله عامر بملذ وطاب من أنواع الحلوى العمانية. أكيد مشاهدينا عبد الله، الحلوى العمانية طبعا تعتبر رمز الضيافة العمانية والخليجية، طبق خليجي حاضر بجميع المناسبات والأعياد طبعا. وصناعة الحلوى مهنة متوارثة عبر الأجيال طبعا يا عبد الله. طبعا وايضا مشاهدينا ما تحلى هذه الحلوى وما تحلى هذه الاطباق الا في المناسبات، وايضا لما نتكلم عن الحلوى اللي موجوده في كل البيوت لما تصير مناسبه، هناك طرق للحلوى واساسيات موجوده للحلوى واسرار ايضا موجوده للحلوى، راح نتكلم ونتعرف عليها اكثر اليوم مع ضيفنا في الاستوديو عمار سالم عبد الله الحسني، عضو مجلس اداره الحسني للحلوى العمانيه. حياك الله ويا هلا وسهلا فيك، وكل عام وانتم واحنا وياكم بخير في هذه المناسبه. جزاكم الله كل خير على هذه الاستضافة الجميلة. ما شاء الله من دخولنا إلى دولة الإمارات والاستقبالات كانت جدا معبرة، وإذا دل على شيء دل على فعلا أنه هذه المكانة اللي تحتلها ويحتلها الشعب العماني على الشعب الإماراتي. اليوم نحن مثل ما تفضلت أنت، هذه هي أفراح الجميع وأفراحنا هي أفراحكم، وأتمنى أنه تكون دائما هذه العلاقة والمحبة والمودة فيما بيننا. اللهم أمين، الله يديمها. الله يا رب. يمكن مثل ما ذكرت يعني دخولك لدولة الإمارات أكيد شعرت بمشاعر الاحتفال، أكيد الاحتفال الإماراتي باليوم الوطني العماني، وإن شاء الله الله يجعل ديارنا دوم عامرة بالاحتفالات المجيدة والسعيدة. والحلوى العمانية بالتحديد هي أحد رموز السعادة والاحتفالات، وتكاد لا تخلو مائدة أو بوفيه أو عزيمة أو وليمة بأي مناسبة سعيدة من الحلوى العمانية. أتعرف عنك عن الحلوى العمانية أكثر. أكيد أخوي عمار، لكن اسمح لنا بنظهر فاصل يا مشاهدينا وبرد الواصل وياك. مشاهدينا بناخذ فاصل حلوى برد الواصل. رجعنا لكم مشاهدينا، وطبعا قد يختلف القليل ويتفق الأغلب بأن الأكل أيضا نوع من أنواع السعادة ونوع من أنواع الاحتفال. واليوم بما أننا محتفلين قاعدين نتكلم عن طبق يعني لا يرمز فقط على أنه أكل، ولكن يرمز على الضيافة، يرمز إلى السعادة، يرمز إلى الكرم، ويرمز أيضا يعني على سبيل المثال عشان ما نروح بعيد، البارحة جايين خطار يا سماح وجايين جايبين حلوى، وهذا دل على أنه يو وإكراما لهذا الضيف يا بوله هذا الطبق الذي يعتبر رمز من رموز سلطنة عمان. طبعا مثل ما تفضلت، هي الحلوى العمانية مرتبطة بالشخص العماني منذ قديم الأزل، وهي مهنة من المهن اللي توارثناها جيلا بعد جيل، وإن شاء الله راح تظل مستمرة. لا يكاد يخلو أي بيت أو أي منزل سواء من أي فرح أو أي مناسبة تقام في سلطنة عمان، وأتوقع حتى في أغلب الدول الخليجية، إلا بضيافة الحلوى العمانية. فهي اليوم تعتبر من الضيافة الأساسية لكل مناسبة تقام على أرض الخليج، خلينا نقول من بعدها الدول العربية. طبعا الحلوى تصدق ان في العيد طعمها غير يستوي. ايه طبعا، هي الحين الحلوى يعني تعتبر في كل مناسبة، ما ممكن يمر مثلا عليكم اعياد او مناسبات دخول في ملكة فعلا في الملكات. واليوم نحن نحتفل بهذه المناسبة الجميلة، هي مناسبة العيد الوطني 54 بالضيافة العمانية، وهي الحلوى اللي نحن دائما نعتز حقيقة بصناعتها. يمكن في عدد من الدول الخليجية بدون ذكر أسماء بعد دخلوا مجال الحلوى، لكن أمانة يعني تبقى الحلوى العمانية هي المتصدرة وهي المتربعة على عرش أنواع الحلوى المختلفة. فنبغى رد وياك، ونست أنا حيد يوم كنت صغيرة كانت أمي توديني محل في سوق الذهب في ديرة، وأظن هالمحل اللي موجود هنا. كنت أشوف بعيني كيف يصنعون الحلوى العمانية، فأبويك اليوم تخبرنا تاريخ الحلوى، شو السبب يعني؟ أكيد أيام زمان كانت الحاجة هي أم الاختراع، أكيد إن ولدت الحلوى من الحاجة لشيء حلو، فنبغى نتعرف على تاريخ الحلوى العمانية وكيف تتم صناعتها، وليش مرات تشوف حلوى تتميز عن هذا المحل يتميز عن الآخر. فعلا. طبعا نحن لما نتكلم اليوم عن صناعة أو مهنة الحلوى العمانية، هي حقيقة يعني من المهن اللي نحن توارثناها جيلا بعد جيل، وهي ليست وليدة اللحظة. يعني أسسوها أجدادنا رحمة الله عليهم وكملوها أبانا، واليوم نحن نمشي على خطاهم. البداية كانت معانا في سلطنة عمان، شكرا جزيلا. دائما نحن نتكلم عن الضيافة وكرم طبعاً الضيافة. طبعا هي فعلا هي مرتبطة دائما الحلوى بالفنجان القهوة. فكنت أقول نحن يعني بدأنا بدايتنا كانت في سلطنة عمان جميل. في ولاية السيب. شكرا يا جنيد. وبعدها ولله الحمد توسعنا إلى دول الخليج، وكانت بالضبط من هذه الإمارة العزيزة والغالية على قلوبنا إمارة دبي في عام 1990 في أول محل كان في السطوة. وأنا حقيقة يسعدني ويشرفني أنه أذكر عائلة شعفار اللي مهدوا لنا هذا الطريق، وكانوا السبب أنه نحن نفتح أول محل،
ومن بعد انطلاق إلى دولة الإمارات. كانت أول انطلاقة لنا في دولة الإمارات، ومن بعدها ولله الحمد من إمارة دبي انطلقنا فيها إلى أغلب دول الخليج. إيش معنى الإمارات انطلاقة لكم؟ يعني سؤال بديهي بس أبغى أسمع منك الإجابة. اليوم أنت لما تتكلم عن العلاقة العمانية والعلاقة الإماراتية فهي تعتبر الأقوى والأكبر من جميع النواحي، سواء من الناحية الاجتماعية أو حتى من الناحية الثقافية، وإذا جينا نتكلم حتى من الناحية الرياضية. عادات متقاربة جدا جدا بصراحة من ناحية كرم الضيافة والتواصل، لدرجة أنك أنت تحس بكل أمانة أنك انتقلت من بيتك وإلى بيتك. أذكر نحن كنا في بدايتنا لما فتحنا هنا في دولة الإمارات، كانوا يمروا علينا حقيقة جميع يعني المواطنين، يمروا علينا اللي يعزمنا على بيته، وكان يمر علينا مثل شهر رمضان، فتحس أنت في يعني جو كبير من اللحمة. وهذا السبب الرئيسي اللي خلانا نحن نفتح في دولة الإمارات، وتكون الانطلاقة من هذه الدولة ومن هذه الإمارة العزيزة علينا. يمكن نبغى نعطيك وقت تشرب قهوتك. يمكن نحن أول شيء يعني أو مو بأول شيء قبل أن نختم نبغى نشكركم على طبعا ضيافة اليوم، ضيافة استوديو مسا دبي، برعايتكم أكيد، برعاية مجلس إدارة الحسني للحلوى العمانية. نشكركم يعني جزيل الشكر على هذا، واللبان العماني بعد هذا بصمة ثانية، يعني يبغى له حلقة روح. نعم اللبان فعلا. تبغي تقول لنا شيء عن اللبان؟ الله يسلمك. هو اللبان العماني أو محلات الحلوى اليوم أصبحت هي من المحلات اللي تتميز بالتراث، بتقديم جميع منتجات التراث سواء من اللبان أو الحلوى والأشياء الأخرى. طبعا نحن في عمان من الأشياء الأساسية معانا هو اللبان، واللي كثير نستورده أو كثير نعتمد عليه من محافظة ظفار، صلالة أرض اللبان مثل ما عارفين. في عندنا عدة أنواع منه، من اللبان الذكر، اللبان الحوقري، ويستخدم معانا في كل منزل. نعم. ما يكاد يخلو أي منزل من اللبان العماني. نعم. طيب أنا إذا ممكن أرجع حق الحلوى وأسألك سؤال أخوي عمار، الآن مع تغير الأجيال، مع تغير المقادير، تغيرت أشياء كثيرة، والحلوى واكبت هذا التطور. صار في حلوى بالعسل، وصار في حلوى بدون شكر، وصار هيش. ممكن تخبرنا عن هذا التحول، وشو اللي خلاكم تتجهون لي؟ يعني الآن الناس صارت صحيا متابعة أكثر، فشو أفضل شيء من هذا المجال اللي صار تقدمونه صرتوا؟ يمكن هذا السؤال واحد من أجمل الأسئلة اللي راح تمر علي، لأنه أنا عاشرت أو عاصرت الجيلين. خلينا نقول في بدايتها لما تتكلم عن الحلوى تلقائيا أو طبيعي هي الحلوى السوداء والحلوى الصفراء، هذه المتعارف عليها منذ قديم الأزل. ومع التقدم مثل ما تفضلت وتطور واختلاف الأذواق، بدأت تدخل معانا الحلوى بالتين فعلا، وحلوى بالعسل، وفي أشياء كثيرة أضافت إلى الحلوى، لكن الحلوى الأساسية هي الحلوى الصفراء والحلوى السوداء. الحلوى بميع أشكالها وألوانها طبعا هي تبقى المتفردة وسيدة الموقف في جميع الاحتفالات. احنا شاكرين لك طبعا جزيل الشكر يعني أخونا عمار، مشاركتك عمار سالم عبد الله الحسني عضو مجلس إدارة الحسني للحلوى العمانية، مشاركتك اليوم احتفالاتكم في سلطنة عمان بوجودك ويانا، وأكيد بهاي المائدة المادة الحلوى الجميلة. نتمنى لكم أكيد دوم التوفيق مشكور الإمارات إلى باقي بارك الله فيكم، وأشكركم على هذه المساحة، ودائما عمان والإمارات قلب ونبض واحد. الله يسلم.